ينضم إلينا من منطقة جاتفي على حدود ليتوانيا وبيلاروسيا مراسل الغد محمد الفينيش. محمد، نتحدث عن أزمة إنسانية وسياسية، فلنبدأ بالشق الإنساني. إلى أين وصلت هذه الأزمة وماذا عن أوضاع المهاجرين على الحدود؟ نعم كاترين، في هذا الجو البارد جدا، نحن في درجة حرارة تكاد تكون تحت الصفر، فبالتالي والأسوأ في الليل. على هذه الحدود خلفي في هذه الغابات توجد الحدود البيلاروسية، وهذا النهر، نهر النيموناس الذي يأتي من بحر البلطيق مرورا بكامل تراب ليتوانيا حتى أقصى جنوب بيلاروسيا. يعتبر تقريبا نسبة 40% من الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا، و كثير من المهاجرين يغرق في هذا النهر، وإذا ما وصل إلى هنا في المعاناة مستمرة. كشفت منظمات غير حكومية أنها تقدم إسعافات للاجئين اثنين على الحدود البولندية البيلاروسية، كما كذلك كشف أنه السلطات البولندية تقدم مساعدات أولية للاجئ في حالة خطرة من سوريا. تم كذلك إرسال جثمانين إلى العراق، هم عراقيين من كردستان العراق، وبالتالي يبدو أن على الأقل نتائج بعض الأحداث السلبية لهذا المناخ ولهذا الحصار على اللاجئين وللخلافات السياسية والعسكرية قد بدأت تظهر وفيات في صفوف اللاجئين. الكثير من المنظمات الحقوقية سواء الأوروبية سواء الدولية سواء الأممية دقت ناقوس الخطر تجاه اللاجئين على أن لا يكونوا ورقة حسابات سياسية وأن لا يتم تسييس هذا الملف. ينتظر اليوم أن يتم اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة وضعية اللاجئين في بيلاروسيا، إضافة إلى موضوع الساحل في الاتحاد الأفريقي وأمور أخرى، ولكن هذه النقطة بالأساس للمناقشة من طرف الاتحاد الأوروبي قد تكون تنتظرها بولندا. بولندا تتجه إلى ما يسمى بالإنجليزية بهارد بوردر، أو بمعنى الحدود المغلقة بشكل قوي، وهذا الأمر على الأقل بحسب المراقبين لن ينجح. المهاجرون لديهم خيارات كثيرة، لديهم أكثر من 4 كيلومتر على الحدود البولندية، أكثر من 4 كيلومتر على حدود بين بيلاروسيا وليتوانيا، ونفس الشيء مع لاتفيا، ونفس الشيء مع أوكرانيا، وبالتالي الحشد الجيوش على الحدود لن يوقف اللاجئين، وإنما ستوقفهم يعني على الأقل مفاوضات سياسية واتفاق سياسي، وآنذاك يمكن أن يكون هناك اتفاق أمني وكذلك أمور تنموية لعلها بذلك تخلق فرص عمل للاجئين في مواطنهم الأصلية والاستقرار، لعل بذلك تقف موجة التدفق. طب ما المنتظر اليوم من اجتماع بروكسل فيما يخص هذه القضية؟ ويعني كان جوزيف بوريل قال أنه لا يمكن بناء جدار فاصل لحل هذه الأزمة. نعم، جوزيف بوريل على الأقل كان حكيما في هذه النقطة عندما قال أنه لا يمكن بناء جدار، لأنه هذا هو الواقع، لا يمكن بناء جدار على حدود أوكرانيا. ماذا عن طبيعة المنطقة؟ دعنا بتفاصيل أكثر، تفاصيل أكثر حول طبيعة المنطقة. نعم، المنطقة نتحدث عن بيلاروسيا يحدها من الغرب 4 دول تنتمي 3 منها إلى الاتحاد الأوروبي، نتحدث عن لاتفيا، عن ليتوانيا، عن بولندا، وأوكرانيا ضمن التكتل لكنها ليست ضمن مجموعة الشنغن. كل هذه الدول هي نصب أعين اللاجئين الفارين من الحروب والنزاعات، نتحدث عن العراق، عن سوريا، عن اليمن، عن أفغانستان، بالتالي الأمم المتحدة تنظر إليهم بصفة لاجئين وأنه يجب احترام القانون الدولي. الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الأمر بأنها هجرة غير قانونية وغير نظامية، وبالتالي لا يمكن التعامل معها في إطار اللجوء، كما ينظر إليها بنظرة أخرى أن بيلاروسيا تستعملها ورقة للضغط على الاتحاد الأوروبي. بيلاروسيا تنفي هذا الأمر وتقول أنها القادمون إليها دخلوا إلى البلاد بطريقة رسمية وأنهم قرروا التوجه إلى الاتحاد الأوروبي وأنها تقوم بما تستطيع لكن إمكانياتها محدودة. هذه رواية بيلاروسيا، وبالتالي أمام هذا التضارب ينتظر اليوم هذا الاجتماع في الاتحاد الأوروبي عن ماذا سيفسر، بالتالي التهديد بورقة العقوبات الأوروبية
الذي كانت قد تحدثت عنه أورشولا فوندرلين رئيسة المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي، إذا ما تم سيؤزم الوضع بشكل أكبر، وإذا ما تم التوجه إلى طاولة المفاوضات بين بيلاروسيا وبين الاتحاد الأوروبي على الأقل يمكن أن يكون هناك موطئ قدم للمعاناة الإنسانية التي يعانيها طيب. المهاجرون هنا أو اللاجئون. محمد اسمح لي أن أتطرق إلى وضعكم كمراسلين وصحفيين، يعني عدم تمكنكم من الوصول إلى مركز الخبر، كيف يبرر هذا الأمر؟ وهل نتحدث عن قمع إعلامي لهذه القضية؟ على مستوى هناك على مستوى حدود بولندا مع بيلاروسيا هناك حواجز أمنية عسكرية وللأمن كذلك البولندي على مسافة 3 كيلومترات منعتنا من الاقتراب من الحدود البيلاروسية. على مستوى ليتوانيا ذهبنا إلى المعبر الرابط بين بيلاروسيا وبين ليتوانيا ونقلنا الصورة من هناك، ووجدنا تقريبا 5 كيلومترات لشاحنات تنتظر بسبب إغلاق بولندا للمعابر، توجهت أغلب الشاحنات إلى ليتوانيا لدخول بيلاروسيا، لكن كذلك الجيش اعتبرها أنها منطقة يفضل أن يتم ابتعاد الكاميرات عنها. لكن ما لاحظناه على مستوى حدود ليتوانيا وبيلاروسيا لم نرى ذاك التدفق الهائل للمهاجرين. صحيح أن شهود عيان قالوا لنا أنه بين الفينة والأخرى يلاحظ مرور بعض المهاجرين، كما نشر الحرس الحدود الليتواني فيديو يقدم فيه مساعدات للاجئين. على جهة بولندا هناك صرامة في الحدود، البعض رده إلى أن الحكومة التي فازت في الانتخابات الماضية البولندية تنتمي إلى جزء من المحافظين، وبالتالي رؤيتها ليست الرؤية الليبرالية اليسارية التي عادة ما تتعامل مع المهاجرين ومع الطرف الآخر بنوع من القبول والطمأنينة. لكن هناك ضغط من المنظمات غير حكومية بولندية ومن منظمات حقوقية أوروبية على الحكومة البولندية من أجل السماح للمراقبين الدوليين وللصحافة للوصول إلى الحدود ونقل الصورة. وقد طرحت السؤال برلمانية ألمانية زارت المنطقة، قالت لماذا يتم إغلاق الحدود من طرف السلطات البولندية، وسألت ماذا يتم إخفاؤه هناك. هذا السؤال الكبير العريض لازلنا جميعا نبحث عنه، لكن لا يمكن التقييم في ظل غياب المعلومة الحقيقية. من منطقة جاتفي على حدود ليتوانيا وبيلاروسيا كنت معنا مراسل الغد محمد الفنيش، شكرا لك.